على سطح حاجه مدفونه من القشره جواها، اللي مدفون جوه حضرتك حاجه اسمها الانسولا. نقول تاني على الحضره الحبايب، المفروض ان انت ما تشوفش الام سي ايه لما وصل للجسمك. طب ما شوفوش ليه؟ قال لك علشان ماشي مدفون في الذراع الخلفي بتاع اللاترال بيشر او صدر، ماشي على سطح حاجه مدفونه من القشره جوه اسمها الانسولا. الانسولا دي بتقول مش عارف يعني ايه الدفن جوه. ماشي، بص لي كده عمار، عايز اسال عمار. يا عمار بص يا حبايبي، يعني عامل كده. انا البلوفر بتاعي ده الكورن، بص عملت ايه؟ عملت كده. ايه ده بقى؟ حته من البلوفر الدفن جوه اللي حضرتك دفنها بالبلوفر نفسه. فدي الفكره بتاع الانسولا، حته من الكورتكس بتتدفن جوه في العمق بتاع البوستيريور ريمس كوبلاترال بيشر او صدر. هينتهي بقى الام سي اي على سطح الانسولا، هيعمل ايه؟ يدي برانشات تطلع ما بين شفتي البوستيريور ريمس كوبلاترال بيشر، بيسموها تيرمينال كورتيكال برانشز. يبقى انا بنتهي عن طريق اني بدي برانشات تطلع فروم ان بتوين ما بين الشفتين بتاع البوستيريو ريمس اوبلاترال فيشر او سالكس، نسميها تيرمينال كورد. استفدت انا ايه بقى باللي حصل؟ لو ما فهمتش ادى برانشات من الكورس يبقى ما فيش امل. ولا رايح لاترال كده. رحت مدي دم لللاترال بارت اوف الاوربيتال سيرفيس والتمبورال بول، النهايه الاماميه بتاع التمبورال لوب اللي هي دي. تعالى لي هنا هتلاقيها مرسومه اكسات بلون احمر. انا اديت الجزء اللاترال من الاوربيتال سيرفيس واديت التمبورال بول، الرسمه مطلعه كل حاجه. بعد كده انت رحت على اللاترال سيرفيس، ادي كل اللاترال سيرفيس ما عدا الاماكن اللي هقولها. مالكش دعوه بالابر 1 انش ادجوينينج مكور للابر بوردر عشان خدوا منك السي اي. مالكش دعوه باللور 1 انش بتاع اللاترال سيرفيس تمبورال لوب ادجوينينج اللور بوردر واللاترال سيرفيس اوكسيبيتال لوب عشان هياخدهم منك شريان لسه ما قلناهوش في سي اي. نقول تاني عشان خاطر الحبايب، ادي اغلبيه اللاترال سيرفيس ما عدا حضراتكم الانش اللي فوق خدوا مني الاي سي ايه، والانش اللي تحت باللاترال سيرفيس تمبورال لوب بالاضافه الى اللاترال سيرفيس اوكسيبيتال لوب خدهم مني بي سي ايه. يبقى الاكسات الحمراء دي حضرتك الجزء المتبقي من اللاترال سيرفيس اللي هيديه البي سي ايه. طبعا بالاضافه الى ان انت بتدي الانسولا اللي انت مشيت على سطحها. اللي انا قلته ده حضرتك بعد اذنك كورتيكال برانشز. ماذا عن السنترال؟ طبعا اللي منتظر السنترال ربنا هيعذبه. البرانشات السنترال بتروح تخرم السبستنس الانتيريور عشان تدي اللي انا هعمله دلوقتي. بص الخط الازرق اللي انا رسمته ده لو سمحت من فضلك، هتلاقي الخط الازرق ده عمل كده اهو. اديت الجزء الخلفي المتبقي من الكوربس ترايتم، اديت الجزء الخلفي من الانتيريور ليمبو والجينو، والجزء الامامي من البوستيريور ليمب، لان حضرتك الجزء الامامي بتاع الكوربس ترايتم بالجزء الامامي بتاع الانتيريور ليمب كانوا واخدين من حاجه اسمها بنقول الاي سي اي. انا خلصت الكورتيكال برانشز والسنترال برانشز. طلع بقى واحد قال لك طب ايه الاهميه الاكلينيكيه بتاع هذا الام سي اي؟ عد معايا وهتقولي صح. انا اديت الموتور والسنسوري ارياس بتاع كل الجسم ما عدا اللور ليم، لان الفخذ فوق والليج والفوت والبرينيوم كان واخدهم الاي سي اي. هتدي مناطق حضرتك السبيتش، ايوه هدي المنطقة اللي هنا اللي هي 44 45 بتوع الفرنسلو، وهدي حضرتك 40 وتكملتها 39 بتاع الفرايتلو. يبقى اديت السبيتش اريز.
هدي كمان حضراتكم بعد اذنك بنقول الاوديتوري ارياز. الاوديتوري دول هم مين؟ 41 42 اللي بسمع بيهم، و22 الاسوسيشن اللي بتدي معنى للاصوات. اقرا كده التكنيكال امبورتنس، بدي الموتور والسنسوري بتاع كل الجسم ما عدا اللور ليب. سبيتش ارياز حضرتك، اوديتوري ارياز، اديت الانسولا، وما تنساش ان اديت اغلبيه الانترنال كبسول. اه يا بابا، لما ادي الجزء الخلفي من الانتيريور لمب والجينو والنص الامامي من البوستيريور لمب، يبقى انا اديت اغلبيه الانترنال كبسول. في كلينيكال بوينت هنا يقول لك لو واحد من السنترال برانشز فرقع، واحد من السنترال برانشز فرقع، اللي هو في واحد ضعيف، اه رغم انه كبير بس ضعيف، واحد من السنترال حضرتك اسمه شريان النزيف في المخ ارتري اوف سيريبرال هيمورج، واكتشفوا واحد اسمه شاركوت فيسموه شاركوتس ارتري، ده ضعيف ممكن يفرقع ويعمل نزيف يضغط على الانترنال كبسول اللي نازل فيه البيراميدال تراك كورتيكوسباينال فايبر، يقوم العيان بعديها عنده شلل في الناحيه العكسيه من الجسم كونترالاترال هيميبليجيا. تاني واحد من السنترال برانشز رغم ان حجمه كبير ضعيف يسموه شريان النزيف في المخ ارتري اوف سيريبرال هيموريدج او شاركوتس ارتري، ده الراجل اللي اكتشفه حضرتك النزيف يضغط على الانترنال كبسول اللي فيها البيراميدال فايبرز، حضرتك يقوم بعد الحادثه او بعد حضرتك بتقول اللي حصل له عنده كونترالاترال هيميبليجيا، شلل في الناحيه العكسيه من الجسم. انا خلصت اي سي اي وام سي اي. الثالث بي سي اي. يا بي سي اي هتعمل ايه؟ لما اكتب لك عليه كده لو سمحتوا، ده كان اي سي اي وده كان ام سي اي، ده بي سي اي. البي سي اي دول الاثنين تيرمينال برانشز اوف البازل. البي سي اي هيروح لاترالي ماشي اباف اند بارلل لحضراتكم السوبيريور سيريبيلا، حتى ما بيننا في نيرفين اللي جاي من الانتر بدانكر الفصة ده الثالث، واللي جاي من ورا وبيلف يطلع قدام ده الرابع. البي سي اي يلف حوالين دراع الميد برين عشان يجي على الميديال سيرفيس. فين البي سي اي؟ اهو ظهر لي على الميديال سيرفيس تحت السبلينيوم بتاع الكوربس، واتقسم في الاخر لبرانشات اسمها كالكاين، تمشي في الكالكاين والبوست كالكاين سالكاي والبارايت اوكسيبيتال سالكس. نقول تاني عشان اصحاب النفوس الضعيفه، البي سي اي كان من ضمن ست حاجات بيلفوا حوالين دراع الميد برين. البي سي اي ورايح لاترال يبقى ماشي اباف اند بارلل السوبيريور سيريبيلر، وما بيننا في اتنين نيرفز الثالث والرابع. البي سي اي لما هيلف حوالين الدراع هيرجع لورا، نلاقيه ظهر على الميديال سيرفيس تحت السبلينيوم وانتهى عن طريق اتقسم لبرانشات تيرمينال اسمهم كالكاراين وبارايتو اوكسيبيتال. اللي ماشي من الكالكاين والبوست كالكاين سالكاي اسمهم كالكاين، واللي ماشي من البارايتو اوكسيبيتال بارايتو اوكسيبيتال برانش. السؤال استفدت انا ايه بقى بهذا البي سي اي؟ عد معايا. اولا كورتيكال، والله اللي بيفهم هيجاوب، هو البي سي اي ده قريب ليه الجزء الاوربيتال ولا التنتوريال؟ تنتوريال. يبقى ادي الجزء التنتوريال كله ما عدا التمبورال بول عشان خدتها مني الام سي اي، يبقى اللي متلون اخضر اهو انا هدي التنتوريال سيرفيس كله ما عدا الحته اللي خدها مني الام سي اي الاحمر. وعلى فكره اللي ذاكر الجزء التنتوريال ده ما كانش بيكتفي بمكانه من تحت، ينفع نشوفه على الميديال سيرفيس، فلو واحد سالني ايه اللي انت بتدوس عليه هو نفس الجزء التنتوريال وحضرتك سبت التمبورال بول. اللي جاوب السؤال ده بيفهم، هو لما ادي الجزء التنتوريال ده اقرب لي على اللاترال سيرفيس الابر 1 انش ولا اللور 1 انش؟ لور، يبقى انا هدي اللور 1 انش قلناها بتاع اللاترال سيرفيس تمبورال لوب، وهدي الاوكسيبيتال لوب كامل. هنا كنا بنقول لاترال سيرفيس، لا ده انا هدي لاترال وميديال وانفيريور سيرفيس. نقول الكورتيكال تاني، هتدي التنتوريال سيرفيس كله ما عدا التمبورال بول هنا او هنا،
هدي حضرتك بعد اذنك بنقول اللور 1 انش اوف اللاترال سيرفيس ادجوينينج اللور بوردر وادي الاوكسيبيتال لوب كامل. بس دي حلوه قوي جايبه توزيعه كل واحد، اللي باللون الازرق ده اي سي اي، اللي باللون الاحمر ده ام سي اي، اللي باللون الاخضر اي سي اي. هتدي سنترال بس للاسف هيقسموا السنترال برانشز لحاجتين، عينك معانا، وهرسمهم بلون ازرق عشان يبقى في اختلاف الوان. هدي برانشات اسمها شورت سنترال، وهدي برانشات اسمها لونج سنترال. بص كويس انا بعمل ايه لو سمحت. يبقى البرانشات السنترال اللي انا راسمها ازرق في شورت وفي لونج، وللاسف عشان اشرح الكلام ده انا مضطر اسفا ارسم لك هنا رسمه على جنب عشان تبقى فاهم انا بقول ايه. الو؟ ايوه. بص يا حبايبي، الناس اللي باصه، انتوا رحتوا تصلوا في كوالالمبور ولا ايه؟ الصلاه بيقولوا انها كويسه. شكرا يا مولانا. الله يخليك يا شيطان. بص يا حبايبي، انت بقالك ساعة بتشرب قطر اللي بتعديها في الكلاس. بص يا حبايبي، عندي ضغط للدواء مش بس. ده ليه؟ الدواء في الدواء كل اللي دواء في المختص. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، بتعدي منين؟ يلا حبايبي. بص يا حبايبي، يعني كتير متأخرين وسكتوا. ما نجيش متأخر وقعدت مرة عشان انت. على فكره الانتوبي بيعمل اكتر من كده. انت هتلاقي نفسك في الميل الجايين ابتديت تكلم نفسك، ابتديت تعمل حركات لا اراديه في الميل. طب ايه يا ست، هي مشكله؟ والله انا كنت اجي بالي قاعد تقول لي لازم نشرب شاي بلبن. انت من كلمة سمعتها اسمها العهاد. يلا يا ابني. بلاش للقتل. بنت سهى هتشم ريحة القتل، مصيبة. يلا حبايبي بص لي بعد اذنك. الرسمة دي يا كابتن ده سجل ترانزكشن، اللي هيجاوب معانا يبقى جدع، ده السالمس، وهنا في حاجة اسمها الصاب سالمس، ركز معايا، وهنا حضرتك ده الميد برين، ادي الدراع، وادي الكورتين، وادي حضرتك دي حاجة اسمها الايبي سالمس، حاجة اسمها باينيال بودي، والايبي سالمس ده من اخوات السالمس الصغيرين. ما هم اخوات السالمس عبارة عن ايه؟ حاجة اسمها ميتا وحاجة اسمها صب، واللي قدام كان هايبو، واللي من ورا ده ايبي سالمس. باينيال بودي ده اكتشفوا مؤخرا انه جلاند، وقلنا بيطلع حاجة اسمها ميلاتونين بيأثر على الساعة البيولوجية بتاعت الجسم، وبيطلع هرمونز أخرى حاجة اسمها البوليبيبتايد والإندولامين، ما يهمنيش الكلام ده. المهم الاسم ده باينيال بودي أو جلاند. قال لي أنت ليه رسمت الرسمة دي؟ واحد عايز يفهم. قلت له بص يا كابتن، الشورت سنترال برانشز هيخرموا سبستانس اسمها بوستيريور بيرفوريتد عشان يدوا دم للآتي. اللي هيسرح ايه يا جدع؟ بص بقى، هدي دراع الميد برين، عينك كويس قوي معايا في اللي هقوله. اديت الدراع، وفي بادي جوه هنا اسمه ماميلاري، كان حضرتك تبع الانتر بدانكلر فصة، ادي دم للماميلاري بودي، وبعدين ادخل ادي دم للجزء الامامي من السالمس، واختم ان انت تدي الصاب سالمس. اللي بيحفظ الحته دي من الرسمه بيكرهها. بص بقى تحت بعض، سالمس جزء امامي، صاب سالمس الدراع، وقدامه في الانتر بدنكر القصه مانيلا. بص لي اللونج سنترال هيلفوا حوالين الدراع ويجوا لورا، نفس الاسامي مع تعديلات بسيطه. اللونج سنترال تدي الجزء الخلفي بتاع السالمس. قال لي عظيم،
ودي حضرتك البايونيال بودي اللي ماسك من ورا، ودي حضرتك الميتا سالاماس اللي هم اتنين جينيك البوبس، ودي التكتم بتاع الميت برين اللي هم كوليكيوراي سوبيريور وانفيريور. والله ما هتتحفظ الا بالرسمه دي. الشورت سنترال ادوا الحاجات اللي فيها شورت خضراء اللي تحت بعض. انفيريور بارت سالاماس سب سالاماس دراع الميت برين ماميلا. اللونج سنترال اللي هتلف حوالين الدراع تجي. الجزء اللي ورا posterior part salamis pineal body genital bodies والتكتم او الكوليكيولاي. اخر نقطه ومش هرسمها، بدي برانش اسمه posterior choroidal. يبقى انا غير الكورتيكال والسنترال بدي posterior choroidal. سمعنا النهارده ده كان في سقف فنتريكال ودخل في ارضيه فنتريكال، كان في سقف السيرف ودخل في ارضيه البودي لاترال. حبيبي ده بيعمل شبكة أوعية اسمها كويد بليكسس بتطلع السائل اللي اسمه سي اس ال. يبقى الليندا كورتيكال وسنترال وكالوزال وستال كان اي سي اي. اللي بيدي كورتيكال وسنترال بس ده ام سي اي. اللي بيدي كورتيكال وسنترال وبوستيريور كورويدال اي سي اي. أنا خلصت ما عدا أهميته الإكلينيكية كلينيكال امبورتنس. استفدت انا ايه من البي سي اي؟ طلع واد جدع. قال لي يا دكتور انت مش هتدي التنتوريال سيرفيس؟ قلت له اه. قال لي طب ما كان في حاجه مدفونه هنا اسمها الاميجدالويد جوه حاجه اسمها الانكس، يبقى اول حاجه هدي السميل اريا. قلت له صح. قال لي انت مش رحت على الميديال سيرفيس في بوكسيميتال لوب؟ قلت له اه. قال لي امبارح كنا شرحنا ان هنا في 17 18 19 دول مناطق النظر، كان جزء منهم في اللينجوال جايروس والجزء الباقي في الكيوز. يبقى غير السنيل اديت الفيجوال ايرس. حبيبي انت اديت اغلبيه الميت برين. ايوه انت مدي الدراع والكورتين. انت مدي اغلبيه السالبس. ايوه انا مدي الجزء الامامي والجزء الخلفي. وما تنساش ان عملت شبكه الاوعيه بتاع السيرب وارضيه البادي اوبلاترال. انا كده خلصت الثلاثه سيريبرال ارتري. لو هتدخل الامتحان من غيرهم ما تدخلش احسن. اي سي اي ام سي اي بي سي. وراهم سؤال انا شرحته سيركل اوف فيلس مهم موت لاسمين سيركلس ارتريوزس او سيركل اوف فيلس. اخر حاجه هاخدها في النيور سب اراكينويد سيسترنز والسي اس اف اللي هتذاكر لوحدك في النيور سالاماس وسيرد فينتل لان لازم ابدا نيك بعد دول. الاوربت اهم حاجه فيها اوبسالميك ارتري اوبسالميك نيرف اوكيولوموتور نيرف سيلري كامل. اكتبهم لك على جنب عشان يخو اقرا معاك. انا عارف معقد اسف. دي البوابه اللي حضرتك انا مش هلحق اعملها. حبيبي بالنسبه للهيب انا سايب الاوربت اللي مهم فيها الاتي اوبسالميك ارتري حضرتك اوبسالميك نيرف. انا مسدد لابويا، ابويا خلص تعليمه. وحضرتك في حاجه اسمها اوكيولوموتور نيرف. والله بهك اوكيولوموتور نيرف وسيلياري جانجل. دول انا سايبهم ما شرحتش القرب، الوقت لم يسعفنا. بالنسبة حضرتك للنيور هتذاكر لوحدك حاجتين وهتلاقيهم سهلين جدا لانهم قالوا في نص الكلام. هتذاكر السالاماس، والسالاماس ما تذاكرش النيوكلياي اللي ابوها في المحاضرة. وهتذاكر السيرد بنج. بس. ان شاء الله بعد ما اخلص السب اراكينويد سيسترنز واخلص السي اس اف هبتدي حضرتك في النيك. انا عايز اعرف بقى ايه اللي اتلغى بالظبط. ايه بالظبط يعني ورقه دي؟ ورقه ايه؟ ده انت ايوه ايه بقى الانترنال ستراكشر اللي هو عباره عن ايه؟
الفكره اللي احنا قعدنا نهاجم بقى ده كلكم ما تسكتوش الفينا الفينا دي بتاعت كريم عمره ما جه بس بعدها يلا هي الوحيده اللي هتسكت كم دي العيال محسسيني ان الوقت كتير وان انت يعني ممكن تذاكر رقم الايداع واسامي المؤلفين يا اخي بلا وكسه انا عارف اللي فيها ان شاء الله قبل الامتحان بيومين الناس هتفوق من الغيبوبه هو عامل ازاي؟ حرف ثلاثه وهي بتفلكس ينفذ من كل صفحه كلمه ويحاول يعمل موضوع انا هقوله دلوقتي بص حضرتك تتلغر مدرسين الثانوي تقولي لي دي الملزمه الصغيره اللي بتكتبوها دي اللي بيكتب فيها اسمه على كل ورقه يا رب شفينا يا رب خلاص والله العظيم انت بكره اخر يوم نقابل بعض؟ لا في يومين كمان نقعد مع بعض حاسس مش طايق عايز اسمع انا عايز صوتي وانت صوتك انت انا بس لك انا بس لك انا بس لك انا بس لك ماشي يا حبيبي شايف اهو احول دي على هناك خلاتوس يخلص هيش يا حبيبي ده سجل ترانزكشن ايه في عندنا حوالين المخ ثلاث اغلفه اسمها المينينجيز طبعا اللي باصص الرسمه فيها ايه ده الفور باسكالوز ده المينينجيز ده الفورنكس ده السالامس ده الباينيال بودي هنا حضرتك دي الاوبتيك خيازمه لان ده اللامينا الترمينال الناس اللي باصه معانا حضراتكم بعد اذنك ده النيو فريم دراعه ايه؟ بودي فول بودي المضلع بص معايا البنتريكلز عشان ما توجعش قلبي البنتريكل اللي جوه مش باين ده اللاترال فينتريك والبنتريكل الاكس دي اللي ما بين التوب على ماي يبقى السيرف ودي الضغط بتاع السيلفيس ودوت الفورس فينتريكل وتحت ده السنترال كلام بتاع الكروس المضلع واكمل في السباينال كورد في ثلاث الوان قدامك للمينجيز وقولون احمر اللي لازقه على المخ دي بتبقى فيا متى طبعا الفيا متى غير انها لازقه انا ما كنتش هقول الكلام ده فيا متى كانت عملت ثنايات اسمها تيلا روي هي الكلام دوت وبيدخلها شبكات الاوعيه كان في عندنا هنا في سقف السيرف ويدخل في قضيه الباري وبلاترال فينتريك كان في عندنا حضراتكم بعد اذنك في الانفيريور هورن واخيرا في عندنا هنا في السقف بتاع البورسلين عمر ما البيا متر كان سؤال طيب اللون الاخضر اسمه ستاركينويد متر وده ديليكت طري زيه زي البيا انا بقى اهم حاجه عندي ايه؟ طبعا الديورا هم اللونين اللي انا راسمها دي الازرق والاسود على فكره في فرق ما بين الديورا بتاع السباينال كورد والديورا بتاعت المخ الديورا بتاع السباينال كورد طبعا بتاع المخ طبقتين وانت واخد معايا الكلام ده ليه؟ عشان لقينا في بعض الاماكن تنفصل الطبقه الخارجيه عن الطبقه الداخليه ونعمل المنقط اسود ده المنقط اسود دي ساينسز كان اسمها يورال فينس ساينس بص يا كابتن عشان اشتغل بقى انا عايز النقط السوداء النقط السوداء دي سبيس تحت الاراكينويد ما بينها وما بين البيا اسمه سب اراكينويد سبيس وعلى فكره المفروض يبقى ضيق علشان في شبكه من الخيوط الدقيقه ريتيكولم اوف فاين فايبر هتعمل زي ما انا بعمل كده اهو شبكه الخيوط الدقيقه ديت المفروض ان هي توصل ما بين حضرتك بنقول الاراكينويد والبيع قال لي ماشي ولكن في بعض الاماكن تلاقي شبكه الخيوط الدقيقه دي تبقى ماتش ريديوسد تقل بعدين سمعنا الكلام ده امبارح سمعناه في السباينال كورد مينينجيز لما كان السب اراكينويد سبيس تحت نهايه السباينال كورد يوسع ويعمل سيستيرن كان اسمه لمبر واللمبر سيستم ده كنا بنستخدمه بندخل نعمل شده لمبر بانشر يا اما عشان ناخد عينه من السي اس اف يا اما نحرق دواء زي البنج ديسبل سباينال انستيزيا نفس الكلام هنا
بس هنا بقى عندي كم مكان يوسع فيه الصبغه كلمه فيس؟ سته. عد الست اماكن اللي هيوسع فيهم الصبغه كلمه فيس. اول مكان قدام حضراتكم اهو، المكان ده ما بين ايه وايه؟ طلع واحد جدع كده قال لي ده ما بين السلبلة وسقف الفورت منتكال اللي ناحيه المظله، فسموا ده سلبلو ميدالري سيستم، وده عشان اوسع اوسع واحد في السته سموه سيستمنا ماجنا. سموه سيستمنا ايه؟ ماجنا. استنى امبارح ده اللي كان بيدخله السي اس اف عن طريق الخرم ده. الخرم ده كان في النقط السوداء ابن دايمه والبيا ماتا. الخرم ده كان ليه اسم من اتنين، ميديان ابيرتشر او فورامين اوف باجندي. شكرا حبيبي. يبقى انا عندي سيريبيلوم ميدالر سيستم، ده ما بين السيريبيلوم وسقف الفورد فنتريكال ناحيه المظله، بيستقبل السي اس اف من الفورد فنتريكال عن طريق خرم ليه اسم من اتنين، ميديان ابيرتشر او فورامين اوف باجندي. ادي واحد احط لك عليه رقم واحد. اللي بعده دي عندك تاني سيستم موجود قدام البونس والمظلة، سمعناه امبارح، اسمه حضرتك بونتاين او بونتو ميدالري سيستم. وعلى فكرة السيستم دول مش بس بيبقى فيهم يا حبايبي سي اس اف، ده فيهم البلاد فيسل. حد فاكر ايه اللي بيخلي البلاد فيسل تدخل في الساركينود سبيس؟ البلس بتاعها بيحرك حضرتك السائل اللي اسمه سي اس اف. يبقى اللي بيحرك السائل اللي اسمه سي اس اف في الساب اراكينويد سبيس البلسيشن النبض بتاع مين؟ بتاع الارتلز. هو مين الارتل اللي موجود هنا؟ قال لي لا ده احنا لسه واخدينه حالا. لو ده حضرتك البرين ستيم باجزائه الثلاثه كان في شريان اسمه فيرتيبرال رابع جزء ورابع جزء، ويتحدوا مع بعض بتوع الاثنين ويعملوا لنا ارتل اسمه بازلز. انت بتقول لي السيستيرن دوت قدام البونس والمظله، وبالتالي الشرايين اللي ماشيه هنا هي الفيرتيبرو بازيلر ارتلز. السؤال اللي بعده، هو ده جاله السي اس اف منين؟ قال لي لا استنى، ده كان في حاجه اسمها الفورس فنتريكل، وكان في السقف بتاعها كان في غشاء اسمه ابندايمه، والغشاء ده عقبال امال ده كان بيبعت اتنين ريسيسز، ده اللي كان معانا امبارح على الجناب اسمهم لاترال ريسيسز. وعلى فكره الخرم اللي في نهايه كل لاترال ريسيس ده مش في الابندايما بس، ده كمان في البيا ماتر اللي بتغطي الابندايما. والخرمين دول سميناهم اسم من اتنين، يا نسميهم لاترال ابيرتشر يا نسميهم فورامينا اوف، دول بيلفوا ويطلعوا قدام عشان يفتحوا هنا. يبقى انا بستقبل السي اس اف عن طريق حضراتكم الفورامينا اوفلوشكا. حد جدع يقول لنا مين النرفات اللي بتطلع هنا؟ قال لي النرفات اللي بتظهر هنا في البونس الميدل اربعه، خمسه وسته وسبعه وثمانيه، في المظله اللور اربعه، تسعه وعشرة وحداشر واتناشر. واحد قال انت عايز ايه؟ النرفات دي يا ابني سواء داخل او خارج. حبيبي لازم اعدي في السبيس، اقرا هذا السيستم استرافيرس بيعدي فيه اللور 8 كرينيال نيرف اللي هم من رقم 5 لرقم 12. كم سيستم كده اللي بيكمل لهم؟ انا كده خدت اثنين. الثالث حضراتكم هنا كان في حاجه اسمها اللي قاعد باصص معانا انتر بدنكر فصه في الحته دي، لقينا في سيستم هنا ريليتد للانتر بدنكلر فوسا اهو اللي هنقطه بلون اسود ده، ده ما بين دراعين الميد برين. بس انت هنا عندك دراع واحد لان احنا قاطعين سيرجيكال. رقم ثلاثه ده سيستيرن اسمه انتر بدنكلر سيستيرن. اوعى خيالك المريض يخليك تسالني مين اللي هنا، هقول لك اللي هنا هو الاخر. ايه دول يا اولاد؟ اي سي اي. امال ده مين؟ اي سي اي. يبقى دول اي سي اي واي سي اي. مين ده؟ ام سي اي. طب ومين ده؟ اي سي اي. طب مين الشرايين اللي هرسمها دلوقتي دي؟ بوستيريور كوميونيكيت. طب ومين ده؟ انتيريور كوميونيكيت. الدايره اللي قلناها اللي اسمها سيركلس ارتريوزس او سيركل اوف فيلس
يبقى لما تقول لي الانتر بيدانكولر سيستيرمي في بلاد فيسل ايه؟ هقول لك الدايره امه 9 شرايين 6 كبار و3 صغيرين اللي اسمهم سيركلس ارتريوزز او سيركل اوف بيلز. على فكره مين الاعصاب اللي بتظهر هنا؟ طلع واحد جدع قال لي العصب الثالث والعصب الرابع. خد بالك حضرتك ان انا هنا ظهر عصبين الثالث والرابع. بالنسبه حضرتك للسيستم رقم 4 اللي يجاوب يبقى جدع. ايه ده حبايبي؟ ده الكوربس كالوزم فوقي سيستم. السيستم اللي على الابر سيرفيس بتاع الكوربس كالوزم اسمه سيستم اوف كوربس كالوزم، ده رقم 4. مين الشريان اللي خلاه بيمشي فوق الكوربس كالوزم؟ واحد جدع قال لي كان في الاي سي اي، بعد ما يطلع كده لقدام يروح للميديال سيرفيس، يبقى الشريان اللي المفروض ماشي لحضرتك هنا جوه هذا السيسترن هو الشريان اللي اسمه الاي سي اي. يبقى انا كده خدت كام سيسترن؟ 4. الخامس دي حضرتك دي اسمها اوبتيك كيازما، قدامك اهي اللي حضرتك متصله بالروسترم عن طريق خط كان اسمه اللامينه تيرمينال. لقينا في سيسترن حوالين الاوبتيك كيازما، انا منقط باسود هنا، بيسموا السيسترن ده كيازماتيك سيسترن حوالين الاوبتيك كيازما. كده خدنا كام سيسترن للناس اللي بتنام؟ 5. اخر واحد يا رب والنبي حد يقول لي عليه، مش هيبان هنا خالص لانه على اللاترال سيرفيس كان في حاجه اسمها لاترال فيشر او لاترال سالكس، وكان مدفون جوه حاجه اسمها انسولا، وكان في شريان ماشي جوه على سطح الانسولا اسمه ايه؟ اسمه حضرتك ام سي اي. قال لي في سيسترن تبع اللاترال فيشر موجود على سطح الانسولا ماشي في الام سي اي، السيسترن اللي هنا اسمه سيسترن اوف لاترال فيشر. انا خلصت السؤال المهم قوي اللي اسمه سب اراكينوي سيسترن. سيسترن يعني وسع في السبيس، كميه السائل تزيد. حضرتك بعد اذنك ده رقم 6 سيسترن اوف لاترال فيشر او سالكس سي اس اي. اخر حاجه حاجة في الحصة. السي اس اف ده كلير ووتر فلويد، سائل كده صافي عامل زي الميه. ده فيه شوية بروتين على الكترولايت صوديوم وبوتاسيوم على ما اعرفش حضرتك بنقول شوجر وهكذا. هذا السي اس اف ماشي جوه المخ بتاعك بكافيتيز اسمها لو واسعة فنتريكال لو ضيقة سنترال كانت، ويطلع من الكافيتيز ويمشي يلف ما بين السحايا في السبيس اللي اسمه سب اراكينويد. عندك بعد اللي انا خدت التعريف برودكشن سيركيوليشن ابزوربشن فانكشن، واخر حاجه حضرتك الاماونت اند البريشر بالكلينيكال بوينت. 5 عناوين والخمسه مهمين. مين اللي بيطلع السي اس اف؟ يا اخي طلع واحد جدع هيرد عليا حالا ويقول لي ايه اللي انا برسمه ده؟ ده كوروي كان في سقف مين؟ السيرف، وراح دخل في ارضيه مين؟ بادي اوف لاترا. ده ابو كام دي؟ بوستيريور كورويدا بوستيريور سيريبرال فازر. حلو، لو هنا في انفيريور هورن يبقى ده حضرتك كورويد بليكسس داخل في الميديال وول اوف انفيريور هورن، ده معمول من الانتيريور كورويدا اللي جاي من حاجه اسمها اي سي اي. طب لو ده هنا فورس فنتريكال وجيت رسمت لك كده اهو، قلت لك ايه اللي انا برسمه ده؟ هتقول لي اللي انت رسمته لنا دوت هيبقى الكورويد بلكسس. وعلى فكره ده بيزق على البيا ماتر بيتنيها كده، اي كورويد بلكسس لازم يعمل كده، يزق على البيا ماتر يتنيها يعمل تيلا كورويدا وتبتني عليها بعد كده الغشاء اللي اسمه الام ام داي. مين اللي عامل الكورويد بلكسس بتاع الفورس فنتريكال؟ البيكا. يبقى الكلام ده اتقال قبل كده برودكشن سيركيوليشن، ومختصره قوي في الكتاب. بص وقول لي كده، لو جوه لاترال فنتريكال، ثواني معلش، لو جوه لاترال فنتريكال هنطلع السي اس اف ونوديه حضرتك للثيرد فنتريكال عن طريق خرم كان قدام السالاموس اسمه انتر فنتريكولار فورامين اوف مونو اللي بعده.
من السيرد فينتريكل هنزل حضرتك للسنترال كانال بتاع الميد برين اللي بيسموها اكويدكت اوب، ثم هنزل منها حضرتك للفورس فينتريكل كمية صغيرة تنزل تحت في السنترال كانال بتاع الكلوز ميدالا وسنترال كانال سباينال كورد، في حين ان الكمية الكبيرة بتطلع عن طريق ثلاث اخراج دماجندي وده رايح ناحية لوشكا، وهوريك الثلاثة هنا. ادي واحد ماجندي موجود في الابندايما والبيا ماتر في سقف الفورس فينتريكال من تحت، وده حضرتك بتوع لوشكا لو سمحت دول يطلعوا السي اس اف يودوا للسب اراكينويد بيز. امشي في السبيس، طب الابزوربشن يبقى ايه؟ يحصل تضاعف للاراكينويد ماتر، نعمل بروجكشن اسمها اراكينويد باللاي اند جرانيوليشن، تخرم الطبقة الداخلية بتاعت الديورة وصب في الساينس. مين الساينس اللي بيستقبل السي اس اف؟ سوبيريور ساجيتال ساينس. انا على فكرة كده خلصت برودكشن سيركيوليشن ابزوربشن. ايه الفانكشن؟ واحد يحل محل السائل الليمفاوي، ذير از نو ليمف ان سي ان اس. خد بالك انا بشيل بقايا الفضلات بتاع النيرف سيل اكتيفيتي، نشاط الخلايا العصبيه. اتنين ووتر كوشن مخده مائيه، لان انت حاطط البرينجو وعلبه خشبيه اسمها السكال، وحاطط السباينال كورد الحبل الشوكي جوه علبه خشبيه اسمها فيرتبرال كولا. ثلاثه بظبط الضغط جوه المخ، ريديوليتد انترا كرينيال بريشر اجينست التغيرات اللي بتحصل في السريبرال بلاد فلو، سريان الدم في شرايين المخ. اربعه المية اللي حوالين المخ دي ضغط على المخ قللت الفولد 30 ثانية، يعني لو ما كانش فيه المية بتاع السي اس اف دي حوالين المخ كنا زدنا الفولد الثنايات 30 ثانية. اخر سؤال، الكمية ايه؟ جوه يوجد عندنا في السي اس اف 135 سي سي كيوبيك سنتيمتر، سنتيمتر مكعب. بس في حاجة غريبة، الكمية اللي بتفرز كل يوم من 400 ل 500 سي سي، قال لي ازاي؟ جوه الرقم ده وفي اليوم بنفرز ده، علشان يا حبيبي بيجدد ثلاث مرات يوميا، 135 ويمتصه، وينزل 135 ويمتصه، وينزل 105 وهكذا، يبقى الكمية اللي بتفرز كل يوم وتمتص من 400 ل 500، بس لازم يبقى عندي في الآخر جوه 135 سي سي. الضغط بتاعك 100 مليمتر لتر ميه، خد بالك العيال اللي بتتولد عندها امتداد في الكنال او الفرامينا الحتت الضيقه، عيل مولود عنده الفورامين اوف مونرومان فول، عيل مولود عنده السنترال كنال بتاع الميجرين، عنده السنترال كنال بتاع حضرتك السباينال كورد، ايه اللي بيحصل؟ يتحوش السي اس اف للفنتريكل فيحصل لها دايليتيشن، العيل ده يتولد راسه كبيره، يقول لك عنده مرض اسمه هايدروكيفلس، هايدرو يعني ميه وكيفلس يعني راسه، مشكله اللي عنده هايدروكيفلس ابتدي اضغط حضرتك على مراكز المخ، يجي له بقى اي مشكله شلل، مشكله في الاحساس، مشكله في السمع، بالاضافه الى ان كمان حضرتك بيحصل له منتال ريتارديشن تخلف عقلي. نلحق العيل ده ازاي؟ نعمل له شنط واصله، انبوبه من مكان الانسداد ننزلها تحت الجلد ونخليها تبقى في تجويف البطن، لان ربنا محوط البطن بغشاء او كيس اسمه الغشاء البريتوني يمتص السائل دوت. انا كده خلصت النيورو وهبدا نم. الناس اللي طيارتها مغادرة خلاص مش محتاجين نجم، بسم الله ما شاء الله، ده هو ده التفوق، الناس دي مش محتاجة. صباحك يا اللي مغادر بعد اذنك عشان عايز اشتغل. يلا مع السلامة يا شامخ، يلا حبيبي.
يا دكتور دلوقتي يا حبيبي في حل اسهل. انت العيال اللي حواليك ربطوا مع بعض، كل واحد كتب والله بجد الموضوع بسيط. انت كتاب، اللي قدامك كتاب، اللي وراك كتاب، يبقى كده تلاته، وفي واحد يمينك وشمالك والمراقب السادس. عارف لو بدأت تاني وانا شغال؟ لا شكرا. بصوا يا حبايبي، keep investing patience. عايز اشتغل حضراتكم. الديب انفستنج فيشن دي عباره عن فيشن قومي، لان دي عندنا ثلاث انواع من الفيشن اللي هتحوط الرقبه كلها اسمها الديب انفستنج. وعشان حضرتك ما اقعدش اقعد اشيل واجيب رسمه ثانيه، ببساطه شديده ادي مقطع عرضي في الابدن. ادي فين قدام وفين ورا، ادي الفقره اهي. يبقى انا كده اهو حضرتك بعد اذنك من ورا. دي فقرة عنقية اللي بيتكلم بعد اذنك. طيب بص القصة عشان ما توقفنيش وانا شغال. في عضلتين قدامك في رقبتك هما هنستخدمهم. العضلة دي اسمها ستيرنوماستويد والعضلة دي اسمها ترابيز. الستيرنوماستويد عضلة مهمة قوي عشان بتكسر الرقبة المثلثين. اللي قدامها ده اسمه انتيريور واللي وراها اسمه بوستيريور. بص انا هعمل ايه من فضلك؟ هتلاقي الآتي. هتلاقي ان انا خدت مقطع عرضي، اقوم حاطط لك دي كده واقول لك دي الستيرنوماستويد. واقوم حاطط لك دي كده واقول لك دي الترابيزيوس. يبقى دي عضلة اسمها ستيرنوماستويد ودي عضلة اسمها ترابيزيوس. الاثنين بقى المثلثات اللي انت قلت لنا عليها. قدام الستيرنوماستويد هنا انتيريور ترينجل. ورا الستيرنوماستويد هنا يبقى بوستيريور ترينجل. طيب بصوا حبايبي. بالنسبة للديب انفستنج فيشيا الوضع كالآتي، يعني تعمل انفست هتحوط الرقبة كلها. طيب عندك عايزين الاتاتشمنت بتاعتها. تعال نبص بعد اذنك الاتاتشمنت بوستيريور لورا.
ثم نروح لانتيريورلي anteriorly وركز في الكلام اللي بيتقال، ثم هناخد superiorly ثم interiorly واحده واحده كده، وامشي معايا من بطنك من ورا ماسكه فين النقط الزرقاء هي دي الديب انفستنج، من ورا ماسكه فين يا ديب انفستنج؟ قالت لك من ورا انا مسكت حضرتك في ليجمنت بيوصل الشوك السيرفايكال ببعض اسمه نيوكال ليجمنت الخط الاسود، يبقى من ورا انا ماسك في خط اسود اسمه نيوكال ليجمنت، وهمسك في شوكه واحده بس الشوكه بتاعت سي 7 سابع سيرفايكال سباين. بص لي كده من فضلك، لو احنا حضرتك بصينا هنا هتلاقي ان انت من ورا هتيجي تمسك هنا اهو، شفت ده؟ قال لي ايه ده؟ ده الليجمنت اللي حضرتك انا بقول عليه، فانا حضرتك من ورا هنا همسك في الليجمنت ده. طيب اطلع لي بقى، انت كده من ورا لسه من ورا اهو، هنكمل؟ هنيجي بعد اذنك نطلع لقدام نلاقي العضله اللي اسمها ترابيزيوس، اللي هيسمح ماليش دعوه. هتقسم لطبقتين وحوط الترابيزيوس بالمنظر ده. شكرا. اتسبليت تو ليرز وانكلوز ترابيزيوس. الاقي المثلث اللي اسمه بوستيريور، اعمل سقف البوستيريور تراينجل اهو، وادي كده خلص اول عنوان اللي ماشي ورايا حضرتك بعد اذنك بوستيريورلي. تعال نكمل قدام لاترالي اند انتيريور، وانا طالع قدامها الاقي الاسترنوماستويد، هعمل معاها زي ما عملت مع الترابيزيوس، اتقسم لطبقتين وحوطها بالمنظر ده. بعد كده اعمل ايه؟ اعمل سقف المثلث اللي اسمه انتيريور. في الاخر اروح الزق مع بتاعه الناحيه الثانيه في خط النص. يبقى في الاخر الاثنين يعملوا بلند مع بعض في خط المنتصف في الناحيتين. خد بالك بقى لما جينا مسكنا في خط المنتصف مسكنا فين؟ بص الرسمه دي، رسمه واحده مش هتوريك حاجه. همسك حضرتك في السيمفيسز من باي، سيمفيس من باي ده عباره عن خط النص بتاع دقنك. همسك في البادي اوف هايوي، دي عظمه اسمها بالعربي العظم اللامي، دي ما بين دقنك وتفاحه ادم. اخيرا هنزل امسك هنا، ده عقبال املتك المانوبريم ستيرناي. يبقى لما الاثنين اتقابلوا بتاع الناحيتين في خط النص، بص على جسمي، مسكنا في السيمفيسز من طاي في جسم الهايوي، ونزلت مسكت في حاجه اسمها المانوبريم ستيرناي. انا كده والناس نايمه خدت اتاتشمنت بوستيريوري ولاترالي اند انتيريوري. مش كنت ماشي يا حبيبي بعد النوم؟ شكرا على المبادره. تعالى فوق وتحت. من فوق امسك فين؟ همسك في خط اسمه السوبيريور نيوكال لاين. الخط ده حضراتكم كان مسك فيه قبل كده العضله اللي اسمها اوكسيبيتو فرانتاليس اوكسيبيتال بيلي، وابونيروز اسمه ايبيترينيال ابونيروز، وفي سنه اولى حضرتك كان مسك فيه الترابيزيوس، وفي سنه ثانيه هيمسك فيه الاسترنوماستويد. الخط ده مليان خيارات اسمه سوبيريور نيوكال لاين. بعد كده حضرتك بعد السوبيريور نيوكال لاين هتروح تمسك في الماستويد بروسيس، وبعدين بعد الماستويد اس فجاه هتروح تمسك حضرتك في اللور بوردر بتاع المندول. ادي اربعة. ما بين الماستويد بروسيس واللور بوردر ماندبل قابلتني غدة اسمها باروتيد. هعمل معاها زي ما كنت ما بعمل مع العضلتين. هتقسم لطبقتين وحوطها. في طبقة سوبرفيشيال اهي تروح تمسك في الزيجوماتيك ارش. وفي طبقة دي حضرتك مش باينة بتمسك في قاع الجمجمة. فعظمة اسمها حضرتك ستايلويد بروسيس. وحاجه اسمها تيمبانيك بليت، خلي بالك دي عظمه بتغطي على البيز اوف ستايلويد. الطبقه دي بتتخن ما بين الستايلويد بروسيس وما بين الانجل ماندبل. بص الطبقه دي رسمتها بلون تاني اهي الاخضر ده، يبقى دي الطبقه دي، لان انا كده بعمل كبسول حوالين الباروتيد. اللي ذاكر الباروتيد واللي مش فاهم الغده اهي هتقسم للطبقتين وحوطها كده. طبقه سوبرفيشال تمسك في الارش، طبقه ديب من تحت تمسك في الستايلويد بروسيس ده، وحضرتك في بليت بيغطي على البيز بتاعه اسمه تيمبانيك بليت. الناس البصه هتخن
ما بين الاستايلويد والمانديبول من ورا الزاويه، واعمل ليجمنت سمعته معايا في التي ان جي اسمه ستايلو مانديبولارين. حد فاكر الليجمنت ده كان مهم ليه؟ بيفصل غدتين. افصل غده اسمها سب مانديبولار جلاند عن غده اسمها باروتيد جلاند. شكرا. يبقى طلع ان حضرتك الستايلو مانديبولار ليجمنت هو تخن في الطبقه الديب بتاعت الديب انفستين فيشيا اللي عملت لي كبسول اسمه باروتيد كبسول او باروتيد فيشيا. خدنا الباروتيد كبسول او فيشيا ده مع الباروتيد جلاند، قلنا ان بيبقوا تايت. تايت يعني ايه؟ لازق على الغده. قلنا الناس اللي بيجي لها باروتايتس سبب احساسه بالالم البين ان بيحصل ستريتش للكبسول لان الجلاند حصل لها انفرجن. انزل لي تحت. من تحت همسك في عظمه في الاسكابيولا من ورا اسمها اكروميوم. ثم همسك في الكلافيكال. ثم هوصل للمانوبريان. في حاجه غريبه؟ جاست اباف الاسترنم انا هتقسم لطبقتين واعمل انكلوزد سبيس. السبيس ده اسمه السوبر استرنال سبيس. عمرك ما هتشرحه هنا. بص المنظر ده واللي هيسرح ماليش دعوه. ده المانوبريم ستيرناي. قال لي كويس جميل. ده خط النص بتاع رقبتك. وبعد اذنك دي الديب فيشيال انفستنج هتيجي جاست اباف الاسترنم وتتقسم كده لطبقتين. يبقى دي الديب انفستنج فيشيال خط النص. هتيجي جاست اباف الاسترنم وتتقسم حضرتك وتعمل انكلوز سبيس. السبيس ده اسمه سوبر استرنم. في السبيس ده حضراتكم الاتي اربع حاجات. في فين نازل هنا حضرتك بنقول تحت الجلد السوبرفيشال فيشيا جنب خط النص. الفين ده اسمه انتيريور جاجولار فين. الفين ده حبايبي يجي جاست اباف الاسترنم ويخرم ويبقى دي. ويقوم معدي حضرتك في السبيس اللي انا قلته ده. زي الكلام ده في الناحيه الثانيه. يقوم ننزل كده بنفس البين على الناحيه الثانيه ويخرم يبقى ديب ويروح يعدي في السبيس زي ما انا بعمل. حضرتك ربنا يخلق لي قرش يوصل الاثنين انتيريور جاجولار فين مع بعض. القرش ده اللي صاحي اسمه جاجولار قرش. يبقى لغايه دلوقتي السبيس اللي فوق المانوبريم في الديب انفستنج فيشيا اللي اسمه السوبر استيرنال. المنظر ده من قدام لقيت في اللور اند بتوع الاثنين انتيريور جاجولار فينز واللي وصل ما بينهم جاجولار قرش. في عضله اسمها استيرنو ماستويد ليها راسين. الناس اللي باصه لو دي كده الكلافيكال في عندي راسين للاسترنو ماستويد. في راس ماسكه في الاسترنم اهي وتعدي في السبيس ويجي لها الراس اللي ماسكه في الكلافيكال ونعمل العضله. يبقى العضله استرنو ماستويد براسين. الراس اللي مسكت في المانوبريم اسمها استرنال هيد راحت معديه في السبيس. نفس الكلام زيه الناحيه الثانيه مش هرسمها بقى. في لينف نود موجوده في السبيس. يبقى السبيس اللي مش عاجبك ده في اربع حاجات. اللور اند بتوع الاثنين انتيريور جاجولار فينز. في جاجولار قرش. في عندنا حضرتك سترنال هيد اوف سترنو ماستويد. في لينف نود. انا كده خلصت الديب انفستنج فيشيا ما عدا باقي فيها فين؟ في حاجات بتخرمها. بص لي كده يمكن تقول لي انا اسمع عن الكلام ده. اول حاجه بتخرم حضرتك الديب انفستنج فيشيا في بين خدناه امبارح اسمه اول امبارح اسمه انتيريور فيشيال فين. هذا الانتيريور فيشيال فين اللي بيتكلم كان جاي من وشك ماشي تحت الجلد سوبرفيشيال كده. وحضراتكم هيجي وان فينجر جريدز عرض صباع تحت المانديبول ويخرم ويبقى ديب وينزل حتى على الغده الصاب مانديبولار جلاند. يبقى اول حاجه بتخرم الديب فيشيا انتيريور فيشيال بين وان فينجر بليتس عرض صباع تحت المانديبول. تاني حاجه في شبكه من الاعصاب يا اولاد مجداريه ديب للاسترنو ماستويد اسمها سيرفيكال بليكسس. الشبكه دي بتطلع برانشات اسمها كيوتينيوس. اثنين حضرتك او بنقول كل البرانشات الكيوتينيوس هم المفروض اربعه. المفروض ان الثلاثه منهم بيخرموا الديب فيشيا ويظهروا
عند نص البوستيريور بوردر وستيرنوماستول. هتسمعوا مني كمان شويه. اللي مشي ابورد اند فورورد على الستيرنوماستول ده اسمه جريك اوريكولا، واللي رجع ورا الستيرنوماستول ده لسه اوكسيبيتال، واللي مشي بالعرض دوت ورايح للنيك من قدام ترانسفيرس كيوتينيوس نيرف اوف نيك، وفي واحد رابع بس مش هيخرم هنا، هيخرم جاست اباف الكلافيكال اسمه السوبر كلافيكال. اخر حاجه هتخرم حضرتك الديب فيشي عشان يبقى احنا خدناهم بالترتيب كده. وان فينجر تحت المانديبل عند الميدل اوف بوستيريور بوردر اوكسترنوماستويد اباف كلافيكال. في فين خدتوه معانا اسمه اكسترنال جاجرر فين، كان بيتعمل باتحاد فين جاي من ورا الودن بوستيريور اوريكولا مع ديفيجن جاي من جوه المند من جوه الباروتيد اسمه بوستيريور ديفيجن اوف بوستيريور فيشيال فين. اكسترنال جاجرر فين ينزل على الاسترنوماستويد ده ماشي سوبرفيشيال، يدخل في سقف البوستيريور تراينجل ماشي سوبرفيشيال. اكسترنال جاجرر 1 انش اباف الكلافيكال يخرم ويبقى دي، يبقى هيتقال مع البوستيريور تراينجل مرتين هذا الاكسترنال جاجرر فين، الاول في السقف وبعد كده حضرتك من ضمن الكونتنس. الرسمه دي حلوه قوي، دي ودي لمين الديب انفستين فيشيا تماما. حضرتك الثلاث حاجات اللي خرموها وان فينجر بريكس تحت المانديبول، دي عندنا انتيب فيشيا البين كيوتينيوس برانشز بتاع السرفايكال بلكسس اغلبيتهم بيخرم عند الميدل اوف بوستيريور بوردر ستيرنوماستويد، وان انش اباف الكلافيكال غير ان في برانش من السرفايكال بلكسس اكسترنال جاجرر فين. ادي اول سؤال ديب انفستنج فيشيا. نجيب السؤال الثاني اسمه كاروتيد شيل. الناس اللي باصه معانا بالنسبه للكاروتيد شيل قالك دي انبوبه من ديب فيشيا بتحوط الفيسلز والنيرفز الكبيره بتاعت النك ما عدا اكسترنال كاروتيد ارت. يبقى انا في عندي انبوبه كده بعد اذن حضراتكم، بص اللقطه دي يمكن تقول لي انا فاهم. الناس اللي بتتكلم بص لي هنا. ايه دي يا حبايبي؟ ده واحد واقف وبص له من الجنب. الاحمر ده شريان اسمه انترنال الكومن، انا اسف كاروتيد اتقسم لانترنال واكسترنال. والبين ده اسمه انترنال جاجلر بين راجع بالدم الخالي من الاكسجين من الهيدا النك. حبايبي حضرتك في غلاف قدامك بلون اسود هتقل لك عليه. الغلاف ده يمتد من قاع الجمجمه فوق بيزوف سكال لغايه الروتوب نك. هذا الغلاف من الديب فيشيا اللي بيتكلم في قفايا اسمه كاروتيد شيز. هم سموه كاروتيد ليه؟ لان جواه في اتنين كاروتيدز يا كابتن، الا وهما الكومن كاروتيد والانترنال كاروتيد. اكسترنال كاروتيد او سايد الشيل. السؤال هو انت ماسك فوق في قاع الجمجمه فين؟ يا اخي طلع واد جدع، قال لي همسك في عضلتين تبع التمبورال، واحده اسمها بيترس والثانيه اسمها تيمبانيك بليت. يبقى انا من فوق ماسك في قاع الجمجمه في عضلتين تبع التمبورال بيترس وتيمبانيك، من تحت وصلت الوتوب مين. طب هو سؤال جديد، ممكن نرسم الرسمه دي هنا؟ قال لي يا ريت، بس قبل ما ارسمها ويا رب الناس ترد عليا بعد اذنكم كده، ايه اللي انا رسمته ده؟ دي عضلات قدام العمود الفقري مش عليه، اسمها بري فيرتيبرال ماسل. طب وايه اللي انا هرسمه قدام حضراتكم دلوقتي ده؟ قال لك دي عضلات، بص لي كده كويس لو سمحتم، اسمها لاترال فيرتيبرال ماسل او سكالين ماسل. دي اسمها سكالينس انتيريور، ودي اسمها سكالينس ميديس، ودي اسمها سكالينس بوستيريور. قال لي كويس. حضرتك في عندك عضله هرسمها لك هنا، العضله ديت اسمها الليفيتور سكابيولي. بس معلش بقى انا عايز اكبر الرسمه شويه عشان بس الدنيا تبقى مظبوطه. ثواني بعد اذنك كده. بص يا كابتن، بص معانا حضراتكم، ادي دي عضلات اسمها فري فيرتيبرال ماسل، انا مش عايزها اسم بس، انا عايز هنا بقى ادي سكالينس انتيريور، ادي ديت ميديس، وادي ديت حضرتك بوستيريور، وهنا في عضله اسمها ليفيتور سكابيولي، وهنا عضله اسمها سكالينس كابيتس.
بص يا استاذ الفقر، انت في عندك فيشيه بتبقى قدام العمود الفقري اسمها بريفيرتيبا وما بتكتفيش بمكانها. يا رب نبص كده، تروح لا تبقى تغطي الاسكالينس انتيريور، ثم تروح تغطي ثلاث عضلات في ارضيه البوستيريور ترانجل، ميدياس وليبيتور واسكالينس كابيتاس، وتروح تعدي تحت الترابيزياس دي وتلزق في الديب انفست. نفس الكلام هنا في زيه الناحيه الثانيه على فكره. يبقى الفيشيا بلون اخضر دي اسمها بريفيرتيبرا. بعد ما تغطي البريفيرتيبرا المصلز تروح لاترال تغطي عضله اسمها سكالينس انفيريو، وبعدين تغطي حضرتك ثلاث عضلات هلونهم لك في ارضيه البوستيريور ترينجل، ميدياس الليبيتور كابيليس. حبيبي بعد كده هختفي تحت الترابيزيس وانزع في الانجليز. اللي جاوب الجايه دي يبقى جدع. دي الترافير وده الغضروف اللي على شكل حرف سي، وده الاوسوفيجس اللي موجود ورا الترافير، ودي غده عندك قدام الترافير كلنا عارفينها اسمها ثايرويد جلاند. فين الثايرويد جلاند؟ ادي الثايرويد جلاند قدام حضراتكم اهي. على فكره دي مش بس قدام التراكيه، دي قدامها وعلى الجنان. في فيشيا قدام التراكيه اسمها البري تراكيه الفيشيا اهي. يبقى انت لغايه دلوقتي سمعت كام نوع دي فيشيا؟ انا سمعت ثلاثه. سمعت الديب انفستنج الام، وسمعت حضراتكم بعد اذنك بري فيرتيبرال، والمنقطة الأحمر دي بريتراكيال، بالإضافة إلى الغلاف اللي أنا هرسمه حالا. يا رب يبصوا لي كده، الغلاف اللي أنا رسمته دلوقتي ده اسمه الكاروتي تشي، وهحط جواه شريان أهو ده الكومان كاروتي، وريد أهو ده الإنترنال جاجلر فين. قال لي أنت عايز إيه بقى؟ الكاروتي تشيز اللي أنا كنت بشرح فيه اللي امتد من قاع الجمجمة فوق للروت أوف نيك تحت، هتلاقي من قدام يلزق في الاحمر، الاحمر ده اللي هو ايه؟ بري تراكيال فيشيا. هتلاقي من ورا يلزق في الاخضر، الاخضر دي اللي هي مين؟ بري فيرتيبرال فيشيا. يبقى الكاروتيد شيت بيلزق من قدام في بري تراكيال ويلزق من ورا في بري فيرتيبرال. طب هو الكاروتيد شيت ايه الكونتنت بتاعته؟ قال لي ما انت قلت كومن وانترنال كاروتيد ميديالي وانترنال جاجلر فين لاترال في نرفات. قال لك اه. مين العضله دي؟ يا اخي طلع واحد جدع قال لي العضله دي اسمها دايجاستريك، ليها راسين، واحده بوستيريور والثانيه انتيريور. لو بصيت كويس هتلاقي البوستيريور فيل بتاع الدايجاستريك عدت على الابر بارت بتاع الكاروتيد شيل، قسمته الى جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي في اخر اربعه كرينيال نيرفز اللي رجع لورا ده حضراتكم اسمه رقم 11 اكسسوري، والوحيد اللي كمل لتحت ده رقم 10 اسمه فيجاس، واللي بيطلعوا قدام اللي عدى ما بين الاثنين كاروتس ده يبقى التاسع هايبوجروسوفارينجيال، واللي عدى سوبرفيشيال للاثنين كاروتس ده رقم 12. قال لي يعني عايز تقول ان الابر بارت بتاع الكاروتيد شيت في عندنا اخر اربعه كرينيال نيرفز، الوحيد اللي بيكمل في اللور بارت يبقى خلص الكاروتيد شيت. في حاجه ملعوزه فيه من قدام وحاجه ملعوزه فيه من ورا، هنا مش هتبان حلو. كل اللي يبص معايا بعد اذنك اللي انا هرسمه هنا ده، لو رسمنا ده الاسترنا ادي المانوبيل، ورسمنا هنا شريان قدامك اهو، بس قبل ما اكمل ده الماندبل، ودي العظمه اللي اسمها هايويد، ودي تفاحه ادم، بص لي بعد اذنك وادي التراكيه. الرسمه دي من قدام يا اولاد، الشريان ده كومان كاروتي ده اهو مقسوم لاثنين، واحد انترنال واحد اكسترنال، والبين ده اسمه انترنال جاجلر فين. واللي يبص معايا بقى هنعمل ايه؟ الغلاف اللي هرسمه ده اسمه كاروتيد شيز،
ما هو ده اللي نفس الرسمه هي هي، يبقى عندنا حاجه مش هتبان هنا حاجه هتبان هنا. في عصب بيروح حضراتكم بعد اذنك للسان، العصب دوت اسمه قلنا هايبوجلوسال اهو. العصب ده ماشي معاه فايبر من سي 1 نيرف، يبقى الهايبوجلوسال ماشي معاه فايبر من سي 1 نيرف. سي 1 نيرف تنزل لي حاجه اسمها ديسندس هايبوجلوساي. ديسندس يعني نازل، هايبوجلوساي يعني كنت ماشي مع الهايبوجلوسال نيرف. يجي لي من سي 2 و 3 حاجه اسمها ديسندس سيرفيكالس، يبقى ده سي 2 و 3 عملنا ديسندس سيرفيكالس، سي 1 عمل لي ديسندس هايبوجلوساي. عملنا حلقه على شكل يو اسمها الانسا سيرفيكال، دي على فكره امبيدد مغروزه في الجدار الامامي بتاع الكاروتيد شيز. هتسالني بتعمل ايه؟ هقول لك هتدي عضلات، لسه هناخدها الحصه الجايه بكره. العضلات دي ماسكه في الهايويد من تحت اسمها الانفرا هايويد ماسك. دي سلسله اسمها سمباثيك تشين نازله ورا جنب العمود الفقري، بتغرز نفسها في الجدار الخلفي بتاع الكاروتيد شيت. يبقى في الجدار الخلفي في حاجه غارزه نفسها اسمها السمباثيك تشين. يبقى الناس اللي باصه معانا حضراتكم في الكاروتيد شيت مغروز من قدام حلقه اسمها يو انسا سيرفيكالس، من ورا مغروز حاجه اسمها كاروتيد شيت. سوري انا اسف، سمباثيك تشين. يبقى لازم اعرف الكاروتيد شيت بيمتد منين لمنين، ولازم اعرف ايه اللي جواه، وعشان اعرف ايه اللي جواه لازم اقسمه الى upper part و lower part، واخيرا لازم اعرف ايه النيرفين اللي مغروزين في الانتيريور والبوستيريور. في الانتيريور وول في حرف اليو انسا سيرفيكالس، في البوستيريور وول في السمباثيك تشين. في عندكم ريليشنز موجوده للكاروتيد شيت مهمه. ايه الريليشنز؟ لو بصيت في الرسمه دي هتقولها لي لوحدك، ولو ما قلتهاش يبقى انت عبيط. بص قدامي في مين؟ طلع واحد جدع قال لي قدامي حضرتك الشيت اهو كانه مصطلح. وفي عضلات، العضلات دي اسمها انفرا هايويد ماسل. انا قدامي ستيرنو ماستوي وانفرا هايويد ماسل. في قدامي واللي يقول لي لا مش شايف الثايرويد لوب فص الغده الدرقيه. في قدامي الاثنين فينز دول، والله اللي يقولهم يبقى جدع جايين من الثايرويد رايحين يصبوا في الانترنال جاجلان فين. انا رسمت واحد سوبيريور ثايرويد، انما هما اثنين سوبيريور وميدل. ده قدامي ورايا باينه حلوه قوي، ورايا تلاقي السيرفيكال فيرتبرا والبري فيرتبرا المسلز بالبري فيرتبرا الفيشيا. اهي سيرفيكال فيرتبرا بري فيرتبرا المسلز، ودي تبقى البري فيرتبرا الفيشيا. ورايا شريان رايح للثايرويد جلان اسمه انفيريور ثايرويد، ورايا شريان بيعدي من الخرم ده اسمه فيرتبرا الارض. والله ما هيبين الريليشن اللي بالرسمه اللي انا راسمها دي، ده عايز يفهم. يبقى انا ورايا سيرفيكال فيرتبري بالبري فيرتبرا المسلز اند فيشيا، شريان اسمه انفيريور ثايرويد وفيرتبرا الارض. ميديا اللي هي المفروض فوق فارنس ولارنس، بس انا قاطع لتحت شويه تراكية واسوفيجاس، والنرف اللي ما بينهم ده يبقى الكارنت لارنجيا. الرسمه دي جايبه الريليشنز بتاع الكاروتيد شيز. تاني قدامي ستيرنو ماستويد والانفرا هايويد ماسل، قدامي الفص بتاع الغده البنز جايه من الغده رايحه للاي جي بي اسمهم سوبيريور وميدل ثايرويد بين، ورايا سيرفيكال فيرتبري بالبري فيرتبرال ماسلز اند فيشيا، شريان رايح للثايرويد انفيريور ثايرويد وفيرتبرال ارتري. ميديا اللي هي تيوبس انابيب فوق فارنس ولارنس، ما طلعوش معانا لان احنا قاطعين تحت شويه. حضرتك تحت في تراكيا واسوفيجاس، وما بينهم ريكارنت لارنجيال نيرف. انا خلصت كده الديب فيشيا، واتنين مهمين قوي وشرحتهم بكل تفاصيلهم، ديب انفستنج والكاروتيد شيز. نجيب المثلث اللي اسمه بوستيريور تراينجل. اشيل انت دماغك دابت اكمل ولا اقف؟ انا هقف في حاله واحده ان انا اللي اتعب.
برضه ولا ايه؟ ماشي. واسع قوي كده. قلت له على السلامة يا دكتور. كنت بتصلي فين؟ في فيينا؟ في عندنا مثلث اسمه بوستيريور تريانجل نظري مهم جدا. عندكم يا كله نظري مهم. انتوا عندكم ايه بالظبط؟ شفت بقى ان في فرق ما بين الاناتومي والفيزيولوجي؟ ايه الفرق؟ الفيزيولوجي هتفهموا عليك. الاناتومي لا لازم بعد ما تفهم. بس على فكره هو يا هندي يا باشمهندس الاناتومي ده اللي هتشتغل بيه بعد كده. والله بجد اي حاجه عشان تعرف يعني بيقول لك ميكانيزم بتاع الاستومك. طب ما انا اعرف ازاي الاستومك عشان اعرف ايه الميكانيزم. والله بجد يعني فعلا الاناتومي ده بيبقى اول حاجه، بعد كده يجي بعدين المواد الثانيه. مش عشان انا تعبان ويقول كده الطبيعي كده. لا لا هيستولوجي. طب وهيستولوجي هيشرح لك ازاي التيشو بتاع اجزاء المعده الا ما تبقى عارف تركيب المعده. احنا بطل في الاول وبعدين هما بيبنوا بعدين. كان الاناتومي والهيستولوجي زمان كانوا مادة واحدة. وفي على فكرة بعض البلاد لغاية دلوقتي بيسموه اسم اناتومي اند هيستولوجي. ما مش منفصلين عن بعض. بس احنا اتصلناهم. عشان بتوع الهيستولوجي زعلانين. قال لك بتوع الهيستولوجي يا ابني. يلا يا ابني. خدت كل الاوضاع اللي انا خايف تطلع على القطة. يلا حبايبي انا عايزك بعد ما تخلص القصه روح على طول في الجامعه. مهم نفسك. لا لا مهم نفسك. ده انت اللي اصلا طول مره هتفوق كده زي الفل. والله بالنسبه للاخوه اللي واقفين مش عارفين كوبي الجامعه ناخد غبي 40 طالب. طب بتاعت الايموشنز والمود والبيرسوناليتي. يلا كابتن. يلا يا ابو زغطوط انت. طلع في بعض الدول منها دولة الكويت وسمعنا كلاو. كلاو كابوس. احنا بنسميك احنا بنسميه كلاو يا دكتور. انتوا كلاو انت تغير. اه او مصري تقريبا مش فاكر. يلا حبايبي بصوا يا كمان بصوا يا جماعه بوستيريور تراين. انت بعدين تقول لي خلاص انا موت. حضراتكم الرسمه فيها الاتي عشان ما توقفنيش. ايه ده حبايبي؟ دي عضله قطعنا منها جزء. اللي بيتكلم عشان اخلص. العضله اللي قطعنا منها جزء دي اسمها الاسترنو ماستوي. بص بص ادي راسينا هم الاسترنو ماستوي. بقيت العضله اطلع معاها لفوق كده. ادي بقيه العضله بتاعتنا اللي اسمها ستيرنو ماستوي. بص يا كابتن العضله بتاعتنا اللي اسمها ستيرنو ماستوي قطعنا منها جزء ليه؟ حد سالني عشان تبان لك العضله دي. العضله دي مستخبيه عشان تظهر كان لازم يشيل جزء من الستيرنو ماستوي. قال لي مين العضله دي يا دكتور؟ قلت له دي سكالينس انتيريور. بص سكالينس انتيريور دي بتتدرى تحت الاسترنو ماستوي. عشان تشوفها كان لازم اشيل جزء من الاسترنو ماستوي. طيب في ثلاث عضلات قدامك، واحده اورنج واحده منقطه واحده بالقلم الجافي الاسود. ام اورنج ديت عضله اسمها سكالينس ميدياس. دي على فكره في طلبه فاكره ومحدش خد باله ان السكالينس ميدياس كلها مدريه ورا الانتيريور. لا والله جزء وراها وجزء لاتر. في عضلة منقطة اسود قدامك. العضلة دي اسمها الليفيتور سكابيولي. دي خدتها في سنة أولى. بتعمل الليفيشن للسكابيولا. أهي مكتوبة هنا. ليفيتور سكابيولي. أدي عضلة أهي. اللي بيتكلم آخر عضلة اسمها سبلينيس كابيتس اللي هي بالقلم الجاف ده. قال لي يعني ايه سبلينيس وكابيتس؟ سبلينيس العضلة دي بتروح تعمل رابينج يور نيك لايك ايفانجج. يعني بتغلف رقبتك زي رباط ضابط. كابيتس يعني بقى هتمسك في السكالب.
اخر حاجة عشان هشتغل ايه العضلة ام لون اسود دي؟ قالت دي العضلة بتاعت سنة اولى اللي اسمها ترابيزي. انا كده عقبال املتك خلصت الرسمة انا عايز فيها ايه وهشتغل. بوستيريور ترينجل دوام الاسترنوماستويد والحدود كالآتي: من قدام الحز الخلفي بتاع الاسترنوماستويد، من ورا الحز الامامي بتاع الترابيزيس. يبقى تعكس لما تقول قدام يبقى بوستيريور بوردر ستيرنوماستويد، لما تقول ورا تقول انتيريور بوردر بتاع الترابيزيس. من فوق تقابل العضلتين عند خط اسمه سوبيريور نيوكال لاين. الناس اللي باصه حضرتك ستيرنوماستويد تنتهي في الجزء اللاترال بتاع اللاين، ترابيزيس تطلع من الجزء الميديال بتاع اللاين. تقابل الاثنين عند اللاين من فوق عملوا لنا الايبكس البيز. العظمه دي مين؟ طلع واحد جدع قال لك العظمه دي تبقى الكلافيكل. كل بص لي، الارضيه بتاعت المثلث عباره عن التلت الاوسط من الكلافيكل. اشمعنى التلت الاوسط؟ عشان التلت الميديال ممسك ستيرنوماستويد اوريجن، التلت اللاترال يستقبل ترابيزيس انسيرشن. انا خدت الحدود. بالنسبة للأرضية تلات عضلات، واللي هيقول لي مش شايفهم يبقى نايم. أم لون أورانج دي سكالينس ميديس، أم منقطة أسود ليفيتور سكابيلي، أم أسود بالجاب سبلينيس كبير. يا حبايبي أنا هتسأل السؤال، سكالينس أنتيريور مش في الأرضية؟ حتة صغيرة منها قوي تحت، عشان كده ما بيقولوهاش. يبقى اللي في الأرضية التلاتة اللي أنا عامل حواليهم دواير حمراء بولد تخان، اللي هم سكالينس ميديس ليفيتور سكابيولي سبلينيس كابيتس. السقف، قبل ما اروح للسقف، هما الثلاث عضلات دول متغطين بفيش اسمها ايه يا اولاد؟ بريفيرتيبرا. بالنسبه للسقف سكيم سوبرفيشيال فيشيا ودي فيشيا الام اللي اسمها دي انفيستد. فين هنا البوستيريور ترينجل؟ والله يا اخي واحد بيفهم قال لي اللي حضرتك هتنقطه لنا اسود دلوقتي ده هو ده البوستيريور تريانجل. بص كويس انا بعمل ايه؟ اهو ده البوستيريور تريانجل. لقينا حضرتك ده اللي ما بين الاسترنوماستويد والترابيزيس. السقف جميل قوي للي بيشغل دماغه. ادي سكيم تحتيه سوبرفيشيال تيشيا، تحتيه دي فيشيال ام. الارضيه جميله جدا. الثلاث عضلات اللي حواليهم دواير حضرتك تقيله بالاحمر اللي هم سكالينس ميديس ليفيتور سكابيلي سبلينيس كابيتس، ومتغطين بفيشيا خضراء اسمها ريفيرتيب. السؤال ده بيجي في الام سي كيو، في نوعين من الديب فيشيا موجودين في البوستيريور ترانجل؟ ايوه، اللي في السقف الام ديب انفستنج، واللي بتغطي عضلات الارضيه اسمها ريفيرتيب. حبيبي بس مكتوب عندنا كلام كده لغي في الديب انفستنج اللي في السقف ده، هنقوله مع الكونتينس. تمام؟ بعد اذنك الكونتينس. اول حاجه في الكونتينس في عضله اسمها اومو هايوي وليس ام هايوي. العضله دي عباره عن حتتين لحمه وما بينهم تندون وسطي. دي السوبيريور بين يا اولاد، ماسكه في الهايويد بون. امشي مع القلم. ودي الانفيريور فيليا يا ولاد، دي ماسكه من ورا في الاسكابيولا. حبيبي كان في الاسكابيولا زمان ايام الجاهليه، اللي فاكر سنه اولى الله يمسيها بالخير كنت بتشتم فيها طلعت نعمه. كان في الاسكابيولا من فوق نقش اسمها سوبر اسكابيولار نقش، وفي جسمنا نحن الاحياء في ليجمنت بيعدي فوقيها بيحولها لفورة من اسمه سوبر اسكابيولار ليجمنت. في عندنا عضلة بتمسك في النوتش والليجمن اسمها انفيريور بيلي اوف اومو هايولي. يبقى الانفيريور بيلي دي جايه من ورا من السوبر سكابيلر نوتش اند ليجمن. بص يا كابتن، تطلع قدام وتدخل البوستيريور ترانك. كلمة اومو هايولي بالعربي اسمها العضلة الكتف لامية. قال لي ايه كتف لامية دي؟ بتشتمنا؟ ما انا بقصد الانفيريور بيلي ماسكة في الاسكابيلا تبع الحزام الكتف، يبقى كتف. والانتيريور بيلي ماسكه في الهايوي اسمها بالعربي العظم اللامي، فاسمها على بعضه العضله الكتف اللامية. ايه اللي لونه احمر ده؟ يا رب حد يقول لي.
ده التندون الوسطي اللي اسمه انترميديا. كلمة انترميديا التندون دي بتسمع عضلتين، العضلة اللي اسمها ديجاستين ام راس امامية وخلفية، والعضلة اللي اسمها ام هايويد ام راس عليا وراس سفلى. قال لي انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ بص للرسمة وقول لي مين من الام هايويد معانا في المثلث؟ انفيريور بيلي، والانفيريور بيلي قسمتني المثلثين. المثلث اللي تحت اسمه السوبرا كلافيكولار او سب كليفيا، اللي عنده دم يجاوب في شريان ماشي بالعرض في نهايه رقبتك، والعضله سكالينس انتيريور بتقسمه لثلاث اجزاء. الشريان ده اسمه سب كليفيا، الجزء الاول ميديا للعضله، الجزء الثالث لاترال للعضله، الجزء الثاني منقط ديب او بيهايند للعضله. اللي انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ مين من الثلاث اجزاء معايا في المثلث؟ ثالث جزء. عشان كده في ناس يسموا المثلث اللي تحت اللي هي السوبرا كلافيكولار تريانجل سبكليبيان تريانجل. اما المثلث الكبير اللي فوق ده ناحيه الاوكسيبيتال بون فنسميه اوكسيبيتال تريانجل. يبقى اول حاجه في الكونتنس عندنا عضله، العضله دي اسمها انفيريور بيلي اوف اومو هايويد. في عندنا اعصاب نيرفز. كان في شبكه زمان ايام الجاهليه اسمها بريكيال بلكسس، وكانت بتعدي في خمس مراحل. اول مرحلتين كانوا في الرقبه. مرحله منقطه، حد سالني ليه منقطه؟ لا، علشان حضرتك المرحله دي بتبقى مستخبيه ورا السكالينس انتيريور، كان اسمها روز. ومرحله باينه، اللي بيعرف يعد يعد، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة. يا سلام لو انت ماشي معايا دول الترانكس. يبقى انا تاني مرحلة من البريكيال بلكسس موجودة في المثلث بتاعنا بوستيريور ترينجل من تحت في اللور بار. قدامك في ثلاثة ترانكس ابر وميدل ويه لور. حلو قوي، ادي اول نرفات عندي. اللي بعده في شبكة لجلد وعضلات الرقبة اسمها سيرفايكال. مش باينة، ليه مش باينة يا سيرفايكال؟ أنا مستخبية ديك للعضلة اللي اسمها ستيرنو ماستويد. يا سيرفايكال هتدي إيه؟ قال لك هدي ماسكولار وادي كيوتينوس، ابتديني بالكيوتينوس. الكيوتينوس برانشز حضرتك بعد إذنك بيظهروا في نص البوستيريور بوردر أوف ستيرنو ماستويد. اللي هيسرح ماليش دعوة. اللي طلع من الفليكسس لفوق كده ومشي سوبرفيشيال للستيرنو ماستويد ده اسمه جريد اوريكولا، وده بيتقسم لثلاثه. واحد يروح للجلد اللي على الباروتيد والانجل اوف مانجل، والتاني يروح للور بورت بتاع الاوريكل من الخارج ومن الداخل، عشان كده سموني جريد. والتالت حضرتك يروح لفروه الراس حته صغيره من ورا نير اللور بورت اوريكل. النيرف ده اسمه جريد اوريكولا. اللي بعده في واحد مشي ورا الاسترنو ماستويد اهو. اللي مشي ورا الاسترنو ماستويد ده اسمه ليسر اوكسيبيتال. لو كملت معاه لفوق هتلاقي حضرتك هذا الليسر اوكسيبيتال راح واصل هنا للاوريكال ابر بارت من الداخل. ده رايح حضرتك للابر بارت اوف انر او ميديال سيرفيس اوف اوريكال، وبيدي حته صغيره من الباك اوف سكال. ده اسمه ليسر اوكسيبيتال. التالت حضرتك راح ماشي بالعرض، امشي مع القلم لو سمحت. اللي مشي بالعرض ده اسمه ترانسفيرس كيوتينيوس نيرف اوف نيك، بيعدي سوبرفيشال للستيرنو ماستويد وبيتقسم لابر اند لور برانشز. ده راح يدي جلد الفرنت اوف نيك. كده ثلاث برانشات من حضرتك السيرفيرس كيوتينيوس. الرابع راح نازل تحت اسمه السوبرا كلافيكولار. قبل ما اكمل، الثلاثه اللي انا قلتهم بيخرموا العضلة ويبقوا تحت الجلد عند نص البوستيريور بوردر بتاع الاسترنو ماستويد. الرابع بينزل ويخرم بعد ما يتقسم لثلاث برانشات جاست اباب الكلافيكال. واحد اسمه الميديال سوبر كلافيكولار، واحد انترميديات، والتالت حضرتك لاترال. هما بيسموهم سوبر كلافيكولار ليه؟ طبعا انا معلش انا اسف، انا بخرم هنا في الثلاث برانشات جاست اباف الكلافيكال عشان اروح للجلد بتاع الفرنت اوف ذا تشيست لغايه الضلع التاني او الاسترنال انجل. حبيبي دول اسمهم سوبر كلافيكولار، ولما خرموا حضرتك جاست اباف الكلافيكال.
يبقى النهارده كيوتينيوس برانشز بتوع السيرفايكال بريسس اربعه، الاثنين اللي طلعوا لفوق، واحده حضرتك عدت سوبرفيشال للاستيرنوماستويد جريت اوريترا، والتاني عدت ورا الاستيرنوماستويد ليسا اوكسيليتا، واللي مشي بالعرض ترانسفيرس كيوتينيوس نيرفو بنيك، واللي نزل لتحت واتقسم لثلاثه سوبر كلافيكلر كلهم بيخرموا ويبقوا سوبرفيشال في نص البوستيريور بوردر ستيرنوماستويد ما عدا السوبر كلافيكلر اللي اتقسم لثلاثه جاست اباب الكلافيك. على فكره الكيوتينيوس برانشز دول هيتقالوا مرتين في المحتويات وفي السنه. ليه؟ لان هم خرموا وبقوا تحت الكل، فعشان كده لو رجعت للسقف يقول لك اللي بيخرج الديب انفستنكيشيا الكيوتينيوس برانشز اوف سيرفايكال بريكسس عند الميدل اوف بوستيريور بوردر ستيرنوماستويد وكمل وجاست اباف الكلافيكال هتلاقي السوبر في عندك ماسكولار برانشز انا مش راسمها ادي عضلات ادي الستيرنوماستويد والترابيزيس والانيفيتور سكاشن بتديهم ايه؟ سنسوري سبلاي ودي الاسكالين ماسلز اديها موتور سبلاي يبقى لغايه دلوقتي النيرفات اللي بينام ثلاثه ترانس بتاع البريكيال بلكسس في اللور بارت بوستيريور ترانجل كيوتينيوس برانشز اوف سيرفايكال بلكسس ماسكولار برانشز اوف سيرفايكال بلكسس النيرف الجاي مهم قوي اسمه سباينال روت اوف اكسسوري. عمل ايه بقى السباينال روت اوف اكسسوري؟ عينك معايا كده وهرسمه بلون اسود عشان يبان. الاكسسوري نيرف ده العصب 11 ليه 2 روتس، واحد جاي من المخ كرينيال والتاني جاي من السباينال كورد سباينال. حبيبي السباينال روت اوف اكسسوري عمل اللي انا عملته ده، خرم العضله ستيرنوماستويد عند التقاء الابر مع الميدل تيلت ومشي جوه العضله النقطه وظهر في نص البوستيريور بوردر ستيرنوماستويد. سباينال روت اكسسوري راح ماشي حضراتكم بنقول بميل داونورد اند باكورد اهو هيمشي حضراتكم داونورد اند باكورد زي ما انا بدوس على القلم كده اهو على العضله اللي اسمها الليفيتور سكابي بس بيبقى قريب للديب فيشيا بتاع السقف وهيغرز نفسه فيها عشان كده هتلاقيه مكتوب مرتين في الكونتينس وفي السقف مغروس في الديب انفستنج فيشيا. هروح اختفي تحت بنقول الترابيزيوس 5 سم اباب الكلافيكال وهنفع العضلتين اللي عديت بيهم اللي هم ستيرنوماستويد وميم والترابيزيوس. يبقى النيرفات للمره المليون 3 ترانس بريكيال بلكسس كيوتينيوس برانشز سيرفايكال بلكسس اللي انا مش راسمها ماسكولار برانشز سيرفايكال بلكسس واخيرا سباينال روت اوف اكسسوري. بالنسبه للشرايين واحد ثالث جزء من السبكليفيان ارتري اللي هيسرح في اللي جاي هيخسر. الجزء الاولاني سبكليفيان ارتر ادى ترانك قصير، هذا الترانك القصير اسمه سايرو سيرفايكال ترانك بيتقسم لثلاث برانشات اللي هيروح للسيرويد انا مش عايزه دلوقتي انفيريور سيرويد انا عايز الاثنين اللي راحوا لاترالي وعدوا قدام الاسكالينس انفيريور ادي واحد اهو ودخل المثلث بتاعنا اسمه سوبر سكابيلر وادي الثاني اهو ودخل المثلث بتاعنا اسمه ترانسفيرس كيوتي ترانسفيرس سيرفايكال ارتري. الناس اللي بصت تبص معايا انا بعمل ايه من فضلك؟ ادي الترانك اللي طلع من الجزء الاولاني ده الجزء الاولاني اهو طلعت ترانك قصير اسمه سايرو سيرفايكال سيرفايكال عشان ماشي بالرقبه سايرو بيتقسم لثلاثة، واحد راح للسيرويد جلاند أنا مش عايزه، أنا عايز الاثنين اللي راحوا لاتر، حتى اللي باصص معايا عشان حس البكرة دول زنقوا نفسهم ما بين الاستيرنوماستويد والاسكالينس انفيريور، ده يتقالوا ديب للاستيرنوماستويد وسوبرفيشال اسكالينس انفيريور، واحد يروح للمثلث من تحت سوبر سكابيلر، اللي سوبر سكابيلر ده هيروح يعدي كده ويدخل في الانستيموس اراوند الاسكابيلر. التاني اسمه ترانسفير سيرفايكال هيتقسم لبرانشين، واحد اسمه سوبرفيشال برانش والتاني اسمه ديب برانش ان ريليشن للليفيتور سكابيولي. اللي بيعدي سوبرفيشال للليفيتور يبقى سوبرفيشال والمنقط اللي يعدي ديب ليه هيبقى ديب. الديب برانش
نزل على البوستي على الميديا البوردر بتاع الاسكابيلا من ورا ودخل في الانستيموز اراوند الاسكابيلا. الخلاصه ثلاث شرايين، ثالث جزء سبكليفيان وبرانشين من الترانك اللي من الجزء الاولاني سوبر اسكابيلا والنيكوي ترانسفير سيرفايك. اخر حاجه الفينز، مين الفين اللي انا هشتغل فيه ده؟ وبيجي سؤال سولو وبعد البوستيريو ترانجل هتلاقيه مشروع لوحده. الفين اللي انا هشرحه دلوقتي اسمه اكسترنال جاجر، عينك مع القلم. في فين جاي من ورا ودنك اسمه بوستيريور اوريكولار فين. الفين اللي جاي من ورا الودن هيجي تحت الباروتيد نير الانجل اوف ذا ماندل، يجي له فين من جوه الباروتيد اسمه البوستيريور ديفيجن اوف بوستيريور فيشيال فين، ويتحدوا مع بعض يعملوا اكسترنال جاجر. يبقى الاكسترنال جاجر بدايته فين للي بينام؟ تحت الباروتيد نير الانجل اوف ماندبل باتحاد اثنين بوستيريور، بوستيريور اوريكولار وبوستيريور ديفيجن اوف بوستيريور فيشيال. اللي يقول لي مش ازاي الاكسترنال جاجر يبقى جدع، نزل تحت الجلد سوبرفيشال للاسترنوماستويد وبعد كده هو هيقوم داخل معانا المثلث اللي اسمه البوستيريور ترينجل اهو. يبقى انا كنت ماشي حضرتك الاول على الاسترنوماستويد ثم بعد كده هدخل المثلث اللي اسمه بوستيريور ترينجل. على فكره كل ده انا ماشي تحت الجلد. هتيجي حضرتك 1 انش اباب الكلافيكال وتخرم وتبقى دي عشان تبقى من ضمن الكونتينس، يبقى ده هيتقال مرتين، الاول في السقف وبعدين في الكونتينس. رايح يصب فين؟ بعد ما بقيت ديب كده قدام حضرتك انا هنزل عشان اصب بعد اذن حضرتك تحت هنا، هتصب في حاجه اسمها السبكليفيان بين. ده الاونلي تريبيوتال بتاع السبكليفيان بين. اسمع الاكسترنال جاجلر كده تاني لو سمحتم. اكسترنال جاجلر ابتدى وبيجي سؤال سول ومشروع عندكم بعد المثلث. اكسترنال جاجلر بين ابتدى تحت الباروتيد نير الانجل اوف ماندبل باتحاد اثنين بوستيريور، بوستيريور اوريكولار بين وبوستيريور ديفيجن بوستيريور فيشيال بين. نزلت سوبرفيشيال تحت الجلد على الاسترنوماستويد، دخلت المثلث بوستيريور ترينجل تحت الجلد في السقف، وان انش اباض الكلافيكال هخرم وابقى ديب عشان اروح اصب حضرتك بعد اذنك في حاجه اسمها السبكليبيان بين. الناس اللي باصه معايا ايه التريبيوترز بتاعها؟ على فكره هيتقال مرتين في السقف وفي المحتويات. التريبيوترز شفت الشرايين دول؟ قال لك اه. زي ما ودينا ترانسفيرس سيرفيكال ارتري نرجع ترانسفيرس سيرفيكال بين، زي ما ودينا سوبر اسكابيلر ارتري نرجع سوبر اسكابيلر فين، بالاضافه الى الفين ده اللي اسمه انتيريور جاجلر. انتيريور جاجلر بيجي سؤال عمره ما جه سؤال لوحده، بس في رئيس القسم جابته مره في الفاينل، انك تتكلم عن الجاجلر بينز، هتتكلم على ثلاثه اللي انا شرحته اكسترنال واللي انا هقوله انتيريور ولسه انترنال جاجلر فين. انتيريور جاجلر فين ابتدى تحت المندبل جاست اباب الهيرويد باتحاد شويه سبمنتال فين، قمت نازل تحت الجلد كده اهوت جنب خط النص بتاع الرقبه وشورت ديستنس اباب الكلابيكال هخرم وابقى دي. لما بقيت دي الناس اللي باصه معايا حضراتكم بعد اذنك اعدي ديب للاسترنوماستويد ما بينها وما بين الاسكالينس انتيريور عشان اروح اصب فيه الاكسترنال جاجلر فين. يبقى على فكره انا شرحت اكسترنال جاجلر وانتيريور جاجلر. اقرا كده التريبيوترز عندك بتوع الاكسترنال جاجلر. مكتوب الثلاثه اللي انا قلتهم اللي هم سوبر اسكابيلر ترانسفيرس سيرفيكال انتيريور جاجلر. ومكتوب الاثنين اللي عملوني بوستيريور اوريكولر وبوستيريور ديفيجن بوستيريور فيشن. وفي بين مزودينه جاي من الباك اوف سكالب والابر بارت اوف باك اوف نيك ورايح يصب في الاكسترنال جاجلر تقريبا من نصه اسمه بوستيريور اكسترنال جاجلر بين. اخر حاجه في الكونتينس ليمف نود، اربع مجاميع من ليمف نود في مجموعه على البوستيريور بوردر بتاع الاسترنوماستويد وفي مجموعه على الانتيريور بوردر اوف ترابيزيوس
وفي مجموعه الونج ترانسفيرس سيرفايكال ارتري، وفي مجموعه الونج السباينال روت اوف اكسسوري. في عجاله اقول لحضرتك محتويات المثلث ونمشي. طبعا اول حاجه عضله اسمها انفيريور في اوموهايول نيرفات ثلاث طبقات بريكيال بلكسس كيوتينيوس برانشز اوف سيرفايكال بلكسس، ومكتوب عندك اربعه، اثنين طالعين واحد ماشي بالعرض واحد نازل اتقسم لثلاث اللي مش مرسومين مصر برانشز اوف سيرفايكال بلكسس. النيرف اللي دخل حضرتك المثلث بعد ما خرم الاسترم مصطوي وبعدين مشي في المثلث واختفى ديب للترابيزيا سباينال وود اكسسوري، شرايين ثلاثه، ثالث جزء سبكليبيان، برانشين من الجزء الاول سبكليبيان عن طريق ترانك اسمه سايرو سيرفايكال، والاثنين برانشز دول بيدخلوا في الانستموس اراوند السكابيلا. البينز اللور بارت بتاع البين اللي اسمه اكسترنال جاجر، لان الابر بارت موجود فوق في السقف. ما تنساش الاكسترنال جاجر بيجي سؤال كامل سولو بدايته مش ازاي ونهايته، والتريبيوترز التريبيوترز مكتوبين عندك سته، الاثنين اللي عملوه واللي جه شبك في نص البين اسمه بوستيريور اكسترنال جاجر، والثلاثه اللي تحت في المثلث اللي هم سوبر سكابيولار ترانسفيرس سيرفايكال وانتيريور جاجر. انتيريور جاجر عمره ما جه سؤال سول بيجي مع عنوان اسمه اتكلم عن الجاجر البنز، ودول هيبقوا ثلاثه، ده يجي فاينل مش نص السنه. اكسترنال جاجر انتيريور جاجر لسه انترنال جاجر. الليمف نودز عندي اربع مجاميع، على البوستيريور بوردر ستيرنو ماستوي، على الانتيريور بوردر ترابيزيا، الونج ترانسفيرس سيرفايكال فيتلز، الونج السباينال روت اوف اكسس. بكره ان شاء الله الساعه 9، مع السلامه.